جمعية تسمى بجمعية ظهرت في الآونة الأخيرة في الكويت جمعية تسمى بجمعية التبرع بأعضاء الجسم بعد الوفاة، حيث يقوم المسلم بكتابة تعهد ورقة بتوقيعه للسماح بأخذ أحد أعضائه بعد وفاته. فما لأن ذلك جائزا بسببين اثنين. السبب الأول أن فيه مخالفة صريحة للنصوص الناهية عن التمثيل حتى بالكفار، فأولى وأولى ألا يجوز التمثيل بأموات المسلمين، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كسر عظم الميت المؤمن ككسره حيا. هذا هو الأمر الأول. والأمر الآخر أنه ليس لدينا ما يشعرنا بأن هذا الميت فيما بعد يملك التصرف بجثته، فهو قد انتقل من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ، فليس عندنا بأن له سلطانا على نفسه أن يوصي بأن يفعل بجهده كذا وكذا. فإذا انضم هذا إلى ما ذكرناه آنفا من النهي عن التمثيل وعن كسر العظام، عرفنا أن هذا النوع مما سميته بإيش، بنك ولا إيش، جمعية. نعم، هذه جمعية قائمة على خلاف الشريعة الإسلامية.